بعد فترة تزوجت الوالدة لأنها شابة صغيرة. تزوجت الوالدة وكان الظاهر عمري سنة سنتين يعني مش بعيد عن كذا. فانتقلت سكنت مع جدتي وكانت سكننا في صندقة في حارة اسمها دحلة الجن في مكة معروفة. مشكلة الصندقة هذه إذا جت الأمطار كأنك في حفلة موسيقية، موسيقى من فوق ومويه من تحت. جزاهم الله خير، أخو عندي أخوين في مكة من الوالد سليمان الله يرحمه وأخي محمد، أتنبه إنه لهم أخو يعني عايش كذا. جو أخذوني من جدتي، أنقذوني فيش للدراسة، ودوني مدارس وعشت عندهم في البيت. صرت أروح كل خميس وجمعة لجدتي أرجع عشان ما تنقطع الصلة. لكن بدأت أدرس، دخلت المدارس وأنا كبير يعني عمري 8 سنين.